بيبو فيليب يعقوب، تحية كثير كبيرة لك. ثانك يو بيبو. تابعين مننا وجر، وهلا صار وقت نستقبل ضيفتنا الممثلة دارين حمزة. All is well. تفضلي. عن جد يو انبيليفبل. ثانك يو بيير، ثانك يو. أهلا. أنتم البرنامج تبعكم انبيليفبل وكثير مهضوم وهيب وترندي وهيك اب تو ديت، كثير مبسوطة. بهب يعني سريع الاشتعال. إذا بدك هي بدها هي بدها هي بدها هي بدها هي بدها هي بدها دارين حمزه، انت بتعقدي والبرنامج بيشبه هيك لانه كلك روح وكلك نشاط وبكل الادوار اللي بتمثلي فيها فعلا بتكوني انسانه رائعه ومتجدده دائما. بدي لك اول شيء مبروك جائزه، ها كتبتها فوكوكا لفيلم بالحلال يلي حصلت عليها باليابان بين 26 فيلم اسيوي. ليش باليابان؟ اكشلي شاركنا بكثير مهرجانات عالميه منهم امريكا ومنهم المانيا واسيا وكل البلاد. الحمد لله كان كثير سنه حلوه لحلال لاف، فربحنا جائزه باليابان. ات واز فيرست برايز، واللي مبسوطه فيه انه ثلاث ارباعهم ما بيعرفوا وين لبنان، صاروا يعرفوا وين لبنان. حلو كثير، شكرا لك دارين سفيرتنا باليابان. شو اسمه الفيلم؟ اسمه بالحلال؟ بالعربي اسمه بالحلال، بالانجلش اسمه حلال لاف. ليش صار هون حلال لاف اند سكس؟ بالاوروبي والامريكاني وكل البلاد الثانيه حلال لاف اند سكس. ليش؟ بس بالبلاد العربيه اختصرنا سكس. لانه اللي بيجمع بالحلال ما كثير تتقبلها الشعوب العربيه. أكيد. بعد ما انه يعني هذا الشيء كمان بارت اوف حلال يعني. رب السكس انه كيف ايه موجود بالقران يعني ايه لا ونحن يعني في تشريع لهذا الموضوع اكيد نحن مش موجود بس ماشي. انت شكلك ماشي من هون يلا تفضل. مبلش الحلقه حاميه كثير كثير هدي لها السانشاين. دارين فيلم ما نجح كثير بلبنان، كيف بينجح برات لبنان وبيربح بكذا فيستيفال؟ السؤال كثير حلو ومهم. ماشي متفقين عليه من اربع ايام. فينا نعمل استجواب للشعب اللبناني فيه؟ من نهار الخميس سالنا هالسؤال، سالنا هالسؤال. اكشلي بير عن جد حلو سؤالك، لانه انا يعني كثير سالته كمان، بس اي ثينك كان هو الموضوع كان انه توقيته كان شوي غلط، لانه نحن باليوروب وبباريس نزلوه بنفس الوقت، لانه البرودكشن كمان كان غير الصباح، كان كمان اكيد ريزر فيلم الالمان، فوقتوه بالصيف لانه بيوروب حلو الصيف يعني بيروحوا سيني، بس بلبنان انا ما بروح سيني يعني بتروح على الجبل، بتروح على البحر، بتروح على ميكونوس الا سينما، فهذا هو بعتقد توقيت يعني. هذا هو التوقيت بركي بالشتويه كان لازم ينحط الفيلم. على كل هلا انت مشاركه بفيلم جديد يلا على بالكم شباب، قبل ما نحكي عن فيلم يلا على بالكم شباب رح نشوف بعض مشاهد من بالحلال لوف. واو لكن رح نشوفهم سوا صيفية الجاي بالسينما. كثير حلوين. نعم بكره بست هو اصلا هيدا اسمه مشهد الخفي. نعم. سو هو انه فانيشينج سين هو اختفى مزبوط. دارين بالجولدن جلوب بالجوائز تبع جولدن جلوب بكره بست الشهر رح نشوف اذا رح يتم اختيار فيلمك تيشارك بالحفل ولا لا، قديش محمسه وقديش على اعصابك وكم فيلم من الوطن العربي بينقوا؟ في فيلمين تنقوا هالسنه، في نعم. فيلمنا نحن كلبنان مشارك بالحلال وفي كلاش من مصر. نعم. وانا طلعت على لوس انجلوس مع المخرج اسد فولاتكار وقدمنا للجوري هونيك. فولاتكار فولاتكار بكتب لك اياها بعد شوي. نعم. ايه فكان كثير في فولاتكار ومخرج في مشكل. نعم فغسان مش ظابطه معك اليوم. بدي كبسه لك. يلا ايه ف يعني قدمنا للجوري جولدن جلوب واكيد مبسوطه كثير ان شاء الله للبنان، شيء كثير حلو هذا الشيء. اليوم مشاركة بفيلم يلا عقبالكم شباب،
كيف كانت مشاركتك وكيف هو الفيلم عم ينعرض حاليا على السينما اللبنانيه؟ يعني هلا من ردة فعل العالم ما حلو الواحد يحكي عن حاله، بس كثير حابين الفيلم. عم بيروحوا يحضروا دارين من الرلا عم تضحك من هلا. مضبوط، كثير سنخه الشخصيه اللي عم بلعبها. مره نكده كثير، مره نكده، مره متعصبه، مره لئيمه، مره بتتعامل مع الخدم بشكل كثير مزعج. بس انا حبيت العبها لانه حبيت فيها انه هي كثير مفكره حالها ذكيه وعارفه كل شيء. ايه، وثلاث ارباع النسوان اللي عندنا مثلا تونتيت الاشرفيه، تونتيت فردان، دائما في تونتيت هيك. هيدي هي تيبيكال لبنيز وومن اللي هي مفكره حالها اخترعت القاموس، عرفت كيف؟ هو الفيلم من بطولتك، من بطوله بديع ابو شقره، طلال الجردي، فؤاد يمين، نبال عرقجي، مروه خليل وغيرهم، في دور صغير لغسان رحباني بالفيلم، وهو كمان من كتابه نبال عرقجي وفؤاد يمين، ما بدنا يعني هو البارتنر تبعي بالفيلم، جوزها بيكون بالفيلم. طيب لعبت الدور هون المره النكده يلي زوجها بيخونها. اليوم بيلا عقبالكم باول بارت لعبت الدور يلي المره عم تظهر مع رجال مزوج، اي سيتويشن كثير اصعب. لا اكشلي هي بتعرف بيير، هي عكسها 180 درجه. مايا اللي هلا عم مثلها وياسمينة اول بارت كانت هي اللي ما بتعرف انه مجوز وتكون كثير مبسوطه معه وبدها تتجوز عن حب ومدنه، عكسها لمايا الشريره هيدي، بس بعدين بتكتشف انه هو مجوز. فكر مع اي كيس بتتعاطفي اكثر؟ ليك مع المره بتوقف بهيدي السيتويشن ولا الثانيه وحده؟ ياسمينة بتشبهني شوي على اساس انه انا كمان بحب لاقي حدا اتجوزه عن حب مع الزواج المدني. واكل الضرب اخر شيء ولا لا؟ لا اكيد هذه البارت مش معه، ما بتشبهك وان شاء الله ولا مره يعني تحس فيها بحياتها، بس بتشبهني اكثر بكثير اكيد من مايا. مايا عكسي 180، انا مع حقوق المراه، انا مع الزواج المدني، انا مع حريه الراي، انا مع المراه يكون عندها حقوقها، مع الخدم يكون عندهم حقوقهم. انه مايا ما بتنطق، بس انا عملتها شوي مهسره فطلعت بتضحك كرمال هيك. دارين بتلعب بعده ادوار، ومثل ما بتقولي بين دور ودور في 180 درجه. شفناكي بعده ادوار، عملنا لك تقريبا ريبورت صغير عن كل الادوار يلي لعبتيهم بعده فلومه، تنشوف قديش بتقدر تغيري من شخصيه للثانيه. منتبه اكيد رح يمرق هلا اولاد. ليش لا؟ شو مش هيك رجال بعامل مرته؟ خلص انا مجوز وعندي اولاد، بس انت ما تواخذي امي مره مطلقه. Tu ne connais pas même si je te dis ça. Je fais rien du tout. Rien. Parce que tu ne m'aimes pas. يلا خلينا نظهر وعرفكم على مدينة بيروت. فرجيكم كيف العزبة عايشة. يا ما احلى السجادة. بلا هالجبل البيزنطي هلا، وخلينا نعرف اكثر عن فادي. مع اني بعدني جاي من سبور ولبست اول شيء تلعب بوجهي. اللي بالك. ميرسي. خوجي اغا كابيني مان اوبست فقط هيك كلمه بين فيزي. طيب كثير واحد يعرفها بالذره دور. انا بدي اتوجه لدارين الممثله. مثلتي سنتين ورا بعض فيلمين مع مخرجين مختلفين تماما. مزبوط. خبريني اول شيء مع مين ارتحتي اكثر وشو الستايل؟ شو كثير حلو. اول مره إلي خليفي وشادي حنا. إلي خليفي وشادي حنا كثير حلو، كثير حلو السؤال لانه لا نحن حلوين اسئلتنا كلهم. تبعي ما بنقي لك البشعين، نحن البشعين ما بنقيهم بالبرنامج، نحن ما بنحط غير الحلوين. عديد حلو. نو اكشلي كثير حلو لانه بعد ما حدا سالنا اياه. هو نفس الفيلم كفكره وكونسبت وكاست، بس مخرجين مختلفين. هلا انا بالنسبه لي كل واحد منهم عنده ستيل مختلف. ارتحت اشتغل مع اثنين لانه كل واحد عنده ستيله. إلي خليفه كان اكثر اذا بدك عملنا ريهرسل قبل التصوير، كثير بارتيكيولر، بحب كل شيء يكون محله، شيء عنده مود سبيشال. شادي عكسه، شادي بحب انه نجي دغري على السات وبحب تو امبروفايز كثير. انا بمايا كثير كثير اخترعت اشياء جديده انا وفؤاد، وخلينا وكثير عملنا اشياء مبتكره بنفس اللحظه بطلع اشياء بحب الاشياء تخلق هيك، فعكس بعضهم. كل واحد بس يعني واحد يمكن انتروفيرت واحد اكستروفيرت اذا بدك. دارين انت متحرره جدا، بتقولي انه بدك اولاد بس ما بدك تتزوجي، معقول نشوفك جبتي اولاد بلا ما تتزوجي؟ انا بقول هيك؟
ليك حلو رأيي انت بتقولي هيك اذا بقول هيك بقول انت بتقولي بالسر بتقولي على الهواء بقوله بالسر هلا ليك انا نحن على الهواء في يقولها هلا انه يلا قولي هيك لا ليك انا بحب انه اذا صح لي جيب ولد بلا ارتباط زواج كامرأة متحررة انه كفكريا انه ليش لا انه شو اللي بيمنعك؟ ليه؟ لأنه مثلاً غريزة الأمومة نحن عنا إياها إذا ما لقيت أنت الشريك الأفضل لحياتك بتنمنع من أنك تكون عندك ولد؟ ليه؟ أنا ما عندي غريزة أمومة تخيل معي بيير تخيل أنه عندك غريزة أمومة وبدك تجيب ولد نحن هلأ بمشهد بصراحة قصدك مجبورة تكون مع حدا مش هو لا يعني هي possibility أنه أوقات يكون عندك option برا بيعملوا يوم عندك غريزة الأمومة؟ اكيد بدك ولد بعتقد عندها غريزة بدك ولد ما بعرف ليك في شريك؟ قرار كبير يعني في شريك حياتك لا بعد على طاولة البوكر هيدي عم نفتحها للفيلم الجاي نعم كثير حلو هالسؤال فيلم لازم تلعب دور هيدا سؤال هيدا ستيتمنت لا انا فرق لا صراحة ايه لا مزبوط هلا عندي فيلم جديد ناتس نعم اللي هو ورقة بيضاء اخراج فرنسي انتاج ليزر فيلم طارق سكياس ورح نكون جمعة الجاية كلكم مدعيين تنزلوا على مهرجان دبي العالمي لانه مشارك بمهرجان دبي وهذا كمان خلص الفيلم ايه هلا حينا بس خجلتينا فيك توتال عن جد عن جد ميرسي لطارق كمان اذا بدك كثير يعني سافرونا فيرست كلاس ولا ايكونومي انت لا انت كارغو بس مع الشرف قبل ما ننتقل للرادار في كثير عم بيسألوا هلا اذا ممكن تلعبي دور لسبيان شو هلا حيكون صعب اصعب من الادوار حلو. اللي لعبتها انه دور من هالادوار ليش لا لانه شيء جديد بكون ما عندك مشكله معه بتلعب ما عندي مشكله مع اي شخصيه موجوده بالمجتمع لانه شغله السينما هي انه تعكس هذه الشخصيات الموجوده في دور عندك مشكله تمثليه وعندك مشكله تلعبيه يمكن البيدوفيل ما بحب البيدوفيل عندك مشكله فيه دور ايه مزعج مع الاطفال وهيك ما بحب دور الرادار هيدي الادوار اجمالا دور الرادار يلي بيلقط الاخطاء بتلعبيه يلا رادار يلا بدنا نقول لإلي سليمان رادار